مؤمنة من الرعب
وقتل في الكوارث وفشى وعم الزنا والغنى وقتل في كرامات
وسلم خير اختبار أي ساعة. قال الله تعالى: يريد بكم الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عباد الله، كلام الله صاحب مال ولما سمع قول الله تبارك وتعالى لن تنجو حتى تنفقوا مما تحبون. قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيعها وهو بستان من أجمل بساتين المدينة وأنها صدقة لله أرجو برها وشكرها عند الله. فقعها حيث Oh.
البحر لا يعرف مكانه إلا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هكذا يا عباد الله كان هذا الصحابي الجليل. لقد أرادت أم سليم أن تقدم هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قدمت يا عباد الله؟ لقد جاءت بابنها فقالت يا رسول الله أنا خادمك. يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي يوما يا أنس لم فعلت كذا ولم لم تفعل كذا. كان أنس ذكيا نبيها نجح في تحقيق خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم أينما نجاح. فقد كان يقوم بما يكلفه به الرسول من مهمات ويبادر الى فعل ما يقتضيه المقام. وكانت اموره تامره بالخير فمن ذلك امرها له ان يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان غلاما صغيرا لا يحفظ امثاله الاسرار. قال كنت مع الغلمان فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وأخذ بيدي في حاجة وقعد في ظل حاج حتى رجعت إليه فبلغت الرسالة التي بعثني فيها. فلما أتيت أمي قالت ما حدث؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت وما فيه؟ قلت سر يا أمه. قالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال أنس فما أحدثت به أحدا بعد. هكذا يجب أن يكون الرجال والذين يقومون بمهمات الدولة وأعمالها يكتمون الأسرار ولا يسهرون يسهرون ليل نهار من اجل خدمة امتهم ودينهم. لا يفلتون الاسرار لاعداء الامه.
الحمد لله ربه وإحسانه، حمدا يليق بجلال عظمته وعز سلطانه، والشكر له على فضله وامتنانه، شكرا لا يحصيه كاتبا بقلمه ولا ناطقا بلسانه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الثقلين وأيده بسلطانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأطفاله وأعوانه صلاة وسلام دائمين ما تحرك فرق في دورانه. أما بعد فيا عباد الله، وفي ظل الضعف الذي يسود الأمة والفوضى التي تجتاح العالم العربي والإسلامي، يستغل الاحتلال كل ذلك ويسقط سيطرته ونفوذه على سائر المدينة المقدسة وتهويج معاليها البشرية والحجرية. إن السياسة القبضة الحديدية التي ينتهجها الاحتلال إذا أبدى في المدينة المقدسة لا يبشر بالخير، فأنت ترون بأعينكم ما يجري في أرضنا المباركة والتي تخلى عنها العرب لأربعة وأربعين عاما، انتهاك للحرمات والمقدسات وهدم للمساكن والبيوت ومجاهدات واعتقالات ومنع من منع المصلين من الوصول الى ساحات المسجد الاقصى، واذلال عن الحوادث العسكريه والشرائع الحكوميه والضرائب الباهظه بالوانها وانواعها والمخالفات الكثيره والحصار الاقتصادي على تجار ابناء مدينه القدس وتفريغها من سكانها، كل ذلك وغيره ياتي في ظل السياسه القائمه على تهجير ابناء القدس. ناهيك عن الاخرى الصلاه التي تبنى يوما بعد يوم وعلى قدم وساق، وبالاتفاق يمنع اهلنا في ارض القدس الشريف من البناء او من فيهم رخص البناء. ما كان لهذه السياسه الظالمه ان تكون لكن لغياب الوعي الفكري والعمل الجاد للوحده الفلسطينيه والانقسام والضعف الاسلامي. امتنا تفرقت وتشتتت من اجل الحفاظ على كرسي دائم او مناصبه لا تساوي شيئا، لا يهمها امر دينها او عقيدتها او مقدساتها، وكل يفكر بليلاه، كل يفكر في مصلحته الخاصه. الى الخلف بينكم الى وهذه الضجه الكبرى علامه، وفيما يزيد بعضكم لبعض وتبدون العداوه والخصام، وان الفرس لا نصر استقرت على حال ولا السودان داما، شببتم بينكم في الكفر نارا على مختلف كان السلامة، مليين الحكم حزبا بعد حزب فلم نكن مصلحين ولا كراما. فيا اهلنا في ارضنا المباركه، كونوا الاوفياء والاعزاء لدينكم، اصبروا على الاهواء والضراء
في أرضنا المقدسة، فتنشئ الأديان وتربي الأقمار وتخرج العلماء والصالحين. واجب إسلامي يجب علينا أن نحافظ على هذه المدارس، ولا يصح لنا إغلاق هذه المدارس من أجل دراهم معدودة. فلولا بمسلم أن يبني ولا يهدم، فنوجه نداءنا للمسلمين أن يتجنبوا إغلاق المدارس وأن يحافظوا على الأجر والثواب الذي كتب الله تبارك وتعالى لهم من جراء بقايا هذه المدارس على أصلها وتعليم أبنائها وتخريج أفوادها. وفقنا الله جميعا وإياكم لما يحبه ويرضى. واطلع علم فسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينجيكم بما كنتم تعملون. اللهم إنا نسألك بأنك الحمد، لا إله إلا أنت المنان كبير السماوات والأرض الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم اشفع عنا نحن فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نتوجه إليك من هذا المكان الطاهر أن تفك الحصار عن إخواننا المعاصرين يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم محل بهم فاكشف عنهم واصب لهم الثواب يا كريم. اللهم احفظهم بعين رعايتك وعنايتك يا خير الحافظين. Thank you.
Thank you.
السلام عليكم. السلام عليكم.